لا ما عنديش مشكلة، لا ما عندي مشكلة، لأنه أنا ماني داخلة حتى يعني قليلة الأدب، يعني بعدني بحتى جريئة بالأسئلة اللي الناس بتتكلم فيها مع بعض، مش قدام الكاميرا. يعني مواضيع محرمات بالحياة ممكن كنت أسألها ببرامج السابقة، اليوم ما ينفعش، بس قبل حصل. ايه بقول لك، واصلا اتكرمت كافضل برنامج جريء بالكويت بالملتقى الاعلامي العربي اللي حصل، اخذ جائزه كافضل برنامج جريء، كان برنامج فحص شامل. واليوم السابع كرمت برنامج 100 سؤال، او حسب ما بذكر بالعناوين مع استاذ خالد صلاح، لو عاوز تبقى ترند اطلع في برنامج راغده شلهوب. فكانت المواضيع بطرحها من دون ما اجرح، من دون ما اكون وقحه. في فرق بين الابتذال والجرأه، يعني انا عندي جريئه بس في مكان معين الضيف ما بيعود يحب يحكي فيه انا بوقف بحترم، بس في محلات لا بسأل واذا ما اقتنعت ممكن ارجع عيد السؤال، بس من بيقول لي ده ممكن يسبب اذى لعائلتي او يأذي لي بيتي، وده حصل قطعته بالمونتاج. لا مش هينفع اقول لك، حرام. بعدين تحت الهواء.